لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم إليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وحرم على النار أجسادنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فارج الهم كاشف الغم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك واحشرنا اللهم في زمرة أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا وسيدنا ليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا مالك غيرك فنرجوه. من نسأل وأنت المسؤول ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم واعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وأدم علينا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم إنا نجعلك في نحر كل عدو لديننا وأمتنا وبلادنا. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وارحم عبدك زايد بن سلطان، اللهم إنه ارتحل من الدنيا إلى جوارك. اللهم فأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واحشره في زمرة أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم واحفظ إمامنا خليفة ابن زايد، وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، واجعل وجعه ومرضه رفعة له في الدرجات، وحطا من الخطايا والسيئات، وأسبغ عليه نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ووفق ولي عهده اللهم وفق نائبه وولي عهده الأمين لما تحب وترضى برحمتك يا كريم يا منان. ووفق اللهم إخوانه حكام الإمارات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.